نرافقكم اليوم كاميرا الفرات في جولة في قرية عين دارا في مدينة عفرين في الشمال السوري المحرر. يعيش في هذه القرية ما يقارب 500 نسمة بين أكراد وعرب، يعمل معظمهم في تربية المواشي والزراعة. اختلفت آراء المؤرخين إلى الفترة الزمنية التي تعود لها هذه القرية، فمنهم من قال أنها تعود إلى العصر الآرامي، ومنهم من قال أنها تعود إلى الحضارة الحيثية ما بين 700 و1200 قبل الميلاد. ولعل من أكثر ما زاد خلاف المؤرخين تواجد آثار ومعبد قديم ولوحة بازلتية تمثل الآلهة عشتار. تتميز هذه القرية بالسهول الخضراء الخصبة التي تحيط بها من جهات ثلاث، أما جهة الغرب فيحدها نهر عفرين على بعد 800 متر. كما يخترق الموقع جدول ماء ونبع عين دارا الذي يأخذ مجراه من بحيرتها الصغيرة ليصب في نهر عفرين غربي التل. ويقال أن سبب تسمية القرية يعود إلى الملك الذي كان يحكم هذه البلاد قديما، حيث كان اسمه دارا، وسميت القرية بعين دارا لتواجد عين ماء فيها. نسبت هذه العين إلى الملك وبقي الاسم مرافقا لها. القلعة المتواجدة في ناحية القرية فتعود إلى زمن العثمانيين، حيث قاموا ببنائها في فترة حكمهم. بلعة يعني قبل الأحداث المشاكل، يعني في حوالي 500 نسمة. نعم. طبعا يتألف من الأكراد. يعني اخوتنا العرب اكثر شيء على المواشي شوي، والباقي العالم كله على الزراعه. هذا هو اللي يعني ان شاء الله. يعني هو التاريخ قبل الميلاد على قاعده اللي بيسموها ميديا حضاره، شو اسمه كمان البيزنطيين. هذيك الأيام فيها رسول على كذا والضيعة سموا عين دارة. يعني في هذاك الوقت بيقولوا كان في ملك لحاكم هذيك بالقلعة اسمه ملك دارة، سموها على النبع عين الدارة. هاي بنعرفها. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.